السلام عليكم سيدة فاطمة. عليكم السلام. طبعا فرصة سعيدة بأن نلتقي بك في مهرجان المحرس. وإن شاء الله تكون متنورة معنا بهذا المهرجان الكبير، وإن شاء الله تكون لك قسمت مثل ما شفناه بالمهرجانات السابقة، لأنه كنت دائما متألقة ومتميزة. شكرا جزيلا. فبالبداية كنا نتعرف عليك، تعرفينا بحضرتك من خلال فنانة تشكيلية. صار لي أكثر من 20 سنة أرسم، منذ الطفولة أرسم مثل ما شفت أطفال صغار وأنا أرسم، لكن فترة انقطعت عن الرسم بسبب الحمل، وتدري أنت الأطفال وتربيتهم ومدارسهم وروحة وجاية، ففترة كان عندي سبات، وفترة انطلقت، أول ما انطلقت خارج العراق. بديت من الأردن، بديت الدول الأوروبية تقريبا 15 دولة شاركت فيها. حلو. بس انت يعني بهاي الحالة اريد بدايتك الفنية اللي تلمستي على الفنان، او كانت مثلا هي فترة بالفترة في نميتيها من خلال المشاهدة ومن خلال القراءة ومن خلال الممارسة او من خلال احد الاشخاص الموجودين في بيتك مثلا؟ او انا من عائلة فنية، اللي صار عمر الفن في بيتنا اكثر من 90 سنة ان شاء الله، اللي هو عمي محمود العبيدي رائد الحركة الفنية التشكيلية في العراق، واللي يطلق عليه شيخ الفنانين، فهذا هو ابو زوجي. انا كنته يعني تربيت ببيته وكبرت ببيته وكبرت بين الفن، فهذا اللي خلاني انه اتعلم من ايده. وما عدا هذا انا اعتبر الفن هي الفطرة، الهواية ثم الوراثة، هذه هي اللي خلاني اللي اشتغل هالاعمال. وهذا طبعا تساعدك على اكيد من خلال القراءه ومتابعه، اكيد متابعه الاعمال الفنانين الكبار. نعم، من خلال زيارتك المعارض، من خلال زياره المعارض، ومن خلال مشاركاتي، من خلال التقاء بالفنانين الكبار امثالكم وامثال الدول الاوروبيه وحتى العربيه. هذا اللي يخلي الفنان يتقوى اكثر، وثاني يشاهد اسلوب الفنانين البقيه. زين، انت من خلال تجوالك في هذه الفترة، اعتقد هي قصيرة، هي فترة قصيرة تقريبا سنة ونص. اي قصيرة، بس انت اعتقد انت اكتسبتي خبرة كبيرة. نعم. ليش؟ لانه من خلال لقائك بالفنانين العرب والاجانب، من خلال المشاركات، من خلال المشاهدات، من خلال متابعة الاعمال. نعم. فايش اللي دائما الهاجس او الدافع اللي يخليك تكونين متميزة من بين الاطفال؟ الاسلوب. الاسلوب اللي يخليني، انا عندي اسلوب خاص اللي هي اشتغل بها، اللي استخدام الالوان. وبما انه انا دائما الحمد لله من فضل الله سعيده ببيتي باولادي بزوجي بعملي، فاحب دائما اوصل السعاده لغيري همينة، لان غيري محتاج السعاده، غيري محتاج الفرح، غيري، لان ما يصير صح. انا كدوله عراق حزينين، الحزن ماله كل مكان. انت حاولت تكسرين الحزن بالفرح. بالفرح، ودائما احط في لوحات الامل انه يا بني ادم او يا 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 مواطن العراقي لا تيأس. اذا هي اشراقه. اذا هي اشراقه، بما انه اشراقه لونيه، انت تحبين تنثريها، انثرها للكل، لانه العراقي مهما يكون بهذه المناقصات، مهما كان عنده معاناه، لكن عنده امل وعنده شجاعه، وانا متاكده انه راح يخترق هذا الشيء وينطلق بكل قوة. زين، انت حاولتي مثل تقيمين المعارض الشخصية؟ أنا قمت مع معرض شخصي الأول في 2011 في كركوك في مدينتي. ايه؟ وتبرعت بها كاملة للأيتام والأرامل. الموقف الجميل، وهذا موقف كل عراقي. نعم. يحب بلده ويحب أرضه ويحب ناسه. لأن أنا الحمد لله والشكر ما محتاجة، لكن في غيري محتاجة. في أيتام، احنا أكثر من 5 ملايين طفل يتيم عندنا في العراق، هذا في 2011. فهذا الأطفال لابد نساعدهم بأي طريقة، حتى لو بابتسامة. فأنا حبيت أساعدهم بلوحاتي، فساعدتهم الحمد لله وشكرا، كانت الإقبال جيد والبيع كان جميل، فالحمد لله وشكرا. الحمد لله. زين، ايش شنو عن التجريد؟ نعم. التجريد او التجريد اللوني بالاصح، لان انت تعملين من خلال البقع اللونيه، من خلال المساحات اللونيه، واحس بها هي الحلم. بعض الاحيان هاي اللوحه اللي خلفي هي نعم. تشوف فيها زي منظر حلم، يعني فردوس. نعم. كانك تطمحين للفردوس، كانك تطمحين تشوفين الدنيا بهذه الصوره. بهذه الصوره فعلا. بس هي هذه هي اماني. هذه اماني بس ان شاء الله تتحقق. حق الوطن، يعني حق الوطن احنا يعني تحسينه هو اكثر قتانه.
انت فنانه متفائله بهذا المجال. نعم انا دائما متفائله. وهذا هذا هذا شيء حلو زين بانه انت تحاولين تكسرين القاعده وتحاولين تشدين على على الفنانين الاخرين اللي ما يتباكون. لأنه لا تقولين لا الدنيا هي الدنيا لا 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 زالت بخير وبخير بخير زين خلال كل مهرجان انا اشوف لك لوحه مختلفه عن الاخرى. نعم يعني كل مهرجان هل تستقين فكره اللوحه من حالتك النفسيه اللي عشتيها باللحظه والتو ام تكون مخطط لها او مسبقا يعني مثلا او تكون وليدة الصدفه مثلا وليدة اللحظه؟ فعلا انا اعتبرها وليده اللحظه لان اللي شاركت اللوحات الخمسه اللي رسمتها قبل مده قبل 4-5 ايام في رومانيا مختلفه عن هذه اللوحه تماما بالمره لان جتني الفكره عن طريق تعرفون انتم نسميها دلتا الدانوب فيها طيور غريبه فيها طيور عجيبه اللي احنا ما كنا نشوفها الا غير في التلفزيون لكن هذه الطيور اعطتني الهام اني ارسم الطيور اربطها مع الحروف العربيه فطلعت عندي نتيجة كلش حلوة بحيث انبهروا بها يعني توليفة ما بين الثقافة الشرق والغرب بين الطيور والحروف في ربط صار جميل جدا بحيث هم اللي استغربوا كيف جبت هذا هذه الفكرة جت بلحظة لما شفت الطيور عجبتني وانا عندي الحروف اعتز بها حروف العربية ليش ما اخلق لي فد فن اخليه ذكرى تبقى يم الرومان بالضبط يعني انت سجلتي موقف في رومانيا في اخر دارهم نعم اي في اخر دارهم وحبوها كثير يعني صراحه يعني حلو ايش حبيت تبيني بهاي اللوحه؟ اللي هاي اللوحه انا اللي هي اعتقد ما مكتمله الان نوعا ما لمسات الاخيره لمسات الاخيره ولكن اللوحه هي لو انا هذه الفكره منين اجتني؟ من خلال زياراتي لموسكو لروسيا اللي هم مشهورين بالموسيقى المشهورين بالفن المشهورين بالرومانسيه اخذت فكره تصاعد المياه على الموسيقى صعودا ونزولا الايقاع 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 الموجود في الموسيقى السيمفونية اخذتها على شكل الوان نشوفها صاعده ونازله فيها هبوط حاد هارموني الهارموني انت تسموه بالفن هارموني لكن هي بالحقيقه انا اخذتها من مقطع موسيقي اللي عجبتني كثير وكل ما اروح لموسكو اسمعها وعلى صعود الماء ونزوله فهذا خلقتها النافورات المتحركه على الموسيقى فهاي اللي عجبتني بها وحولتها الى لوحه. جميل اذا كل لوحه من لوحاتك لها قصه. لها قصه. تكون خاصه بك انت اولا. ايه اكيد وكل قصه بها مفرحه، ما عندي قصه حزينه. ان شاء الله رب العالمين. سبحانه وسعيده. ان شاء الله مو بس الي، انا حتى للمتلقي ارسم هذا انه دائما يكون اللي يجي يشاهد اللوحه يبتسم. يعني ما اريد فوق حزن حمله فوق الحزن. انا شفتك قبل فتره في احدى المعارض. حسيت الألم طغى عليك شوية بس ذاتات كانت ألوانك هي بس رغم كانت راصدة للمشهد العراقي المؤلم اللي تتأمل به بأنه ما معناه تقول كأنما نوع من الاستفزاز نوع من الحسرة نوع من الألم بأنه انهض يا عراق انهض يا عراق حب وطنك حب أرضك حب شعبك حب الحياة حب الحياة احنا للأسف احنا ناقصنا حب الحياة خاصة بهذا الفترة مو احنا وإنما مقصوبين بحلول للأسف يعني بهذا الحوار البسيط انا اقول شكرا جزيلا وبالتوفيق شكرا ان شاء الله يا رب دائما تكون متألقة ان شاء الله وانت حسب ما يقال بانها سفيرة العراق تشكيل وهذا شيء يعني وسام جميل تستحق بجدارة الله يخليك اشكرك شكرا جزيلا وهذا شهادة اعتز بها منك ومن الفنانين الكبار اللي لقبوني لقب سفيرة العراق